مودي، نعم. ممكن تفهمني مين اللي عامله لاف على صورتك الاخيره دي؟ قصدك على مين؟ البنت اللي اسمها اسراء. على فكره دي بنت خالتي، شفت انت بتمسكي في حاجات تافهه ازاي؟ انا فعلا بمسك في حاجات تافهه، علشان كده ماسكه فيك. الله يا ولد، من اين لك؟ الو الو، معلش يا محمود، مش هينفع نتكلم تاني. ليه؟ خير يا نور؟ اصل ابن عمي رجع من الخليج وعايز يتجوزني. طب وانا شوف لك شي جاموسه توافق عليك. ما شوف فين، ما ابن عمك خدها خلاص. الله يا ولد. نور. ايوه. ليه ممكن تبقي تبعتي لي صور كتير قوي ليكي؟ ليه؟ علشان ببقى جعانه وعايزه حاجه تسد نفسي. نور. ايوه. فاكره حبيبك القديم؟ اه فاكراه. جيت قدم لي. انا اللي قلت له. قلت له ايه؟ قلت له روح شوف لك شي كلبه توافق عليك. الله يا ولد. نور. نعم. مالك النهارده قلب ابوزك وزعلانه ليه؟ لا مفيش، عادي. طيب براحتك. اصل بصراحه حصلت حاجه. انت قلتي مفيش حاجه فخلاص خلصنا. نور. ايوه. انا بالنسبه لك ايه؟ انت زي حياتي، ممله. صدمه كبيره هو القلب ديك عندي جاب حيران. الو. الو يا روحي، شفتك نازل ستوري ومتشيك، يا ترى رايح على فين؟ رايح اعمل خير والله. ايه ده بجد؟ ظلمتك. ليه؟ اصل فكرت انك نازل تتسامح مع البنات. انت دايما ظلموني كده على فكره. اسفه يا حبيبي، قولي بقى ايه الخير ده؟ مفيش والله، يعني رايح اتعب مسكينه في كنتاكي. الصدمه كبيره هو القلب ديك عندي جاب حيران. نور. ايوه. فاكره الاكس؟ ايوه. ماله؟ خير؟ كلمني، قال لي بس فك البلوك. وعدتكوني فكتيه؟ لا طبعا فكيته. وهو عمل ايه؟ عمل لي هو بلوك. الصدمه كبيره هو القلب ديك عندي جاب حيرة. ماما. ايه يا حبيبتي؟ انا طالعه ادرس في البلكونه. ما تتعبيش نفسك، روح مع امو على السوق. خليكي. صدمه كبيره هو القلب. الو. الو، ازيك يا نور؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ اهلا يا حبيبتي، عامله ايه؟ كنت بتصل اقول لك مبروك يا حبيبتي على الخطوبه. الله يبارك فيك يا قلبي، ان شاء الله عقبالك يا رب. على فكرة أنا بكلمك، بقولك متصلة أقولك مبروك على الخطوبة. مش سامعاني؟ النت وحش جدا صح؟ والله العظيم أنا غلطانة أصلا إن أنا كلمتك. قرف، معرفش بختارك ليه، ده أنت حتى معصعصة، يعني إيه القرف ده؟ يعني أنت مقرفة ومعصعصة. صدمة كبيرة هو القلب. عارفة إيه مشكلتك يا حبيبتي؟ إيه يا حبيبي؟ مشكلتك يا إيمان إنك بتمسكي في حاجات تافهة. بس أنا مش إيمان. شفتي انك بتمسكي في حاجات تافهه ازاي؟ يا حمار يا وحشي، صحصح لي وما تنحشي.